بسم الله الرحمن الرحيم. نيونيتال هايبربيلروبينيميا. الهايبربيلروبينيميا is defined as yellowish discoloration of skin, mucous membrane وسكليره of the neonate. الهايبربيلروبينيميا بتبدأ تظهر كلينيكالي أما السيرم بيلروبين في النيوبورن يبقى 5 ملي جرام بر دي سي لتر أو أكتر. ده مقارنة بالأدلت اللي يبدأ الكلينيكال جوندس تبان عليه لو السيرم بيلروبين 2 ملي جرام بر دي سي لتر أو أكتر. طبعا كل ما الجستيشنال ايج قل كل ما الانسيدنس اوف جوندس زاد. الانسيدنس اوف جوندس ممكن يمثل من 50 إلى 75% من حالات النيونيت، وعشان كده الجوندس بتكتسب أهمية خاصة في طب الأطفال حديث الولادة. البيلروبين ميتابوليزم البيلروبين بيطلع منين؟ البيلروبين بيطلع أساسا من هيمولايزد أولد آر بي سيز في ريتيكلو إندوثيليال سيستم، وده المين سورس بتاع البيلروبين. إنما في أذر سورسز بتمثل نسبة بسيطة بتيجي من المايوجلوبين والسيتوكروم، انما اساسه الديستراكتد ار بي سيز. الهيموجلوبين بيتكسر الى هيم اند جلوبين، الهيم بيتكسر الى بروتوبورفرين وايرن، البروتوبورفرين بيتحول الى بايليفيردين، وبالبايليفيردين ريدكتيز بيتحول الى بيليروبين. الترانسبورت البيليروبين از باوند تو سيرم البومين، بنسميه ان كونجوجيتد بيليروبين. يحصل له ابتيك bound to ligand Y and Z proteins في الليفر، transport الاندوبلازميك conjugation. هناك هيحصل conjugation ويتحول الى conjugated او direct bilirubin by glucuronyl transferase enzyme مع وجود الجلوكورونيك acid. الconjugated bilirubin is a water soluble component and can be excreted in the kidney ويوصل في اليورين ويحصل له excretion في البايل في الانتستين. Some of the bilirubin deconjugated by glucuronidase enzyme in the intestine ويتحول إلى unconjugated bilirubin which reabsorbed ويزود اللود of bilirubin على البيبي اللي احنا بنسميها الانتيروهيباتيك circulation. الانتيروهيباتيك circulation دي مهمة لو الولد starvated أو الانتستين empty بتزيد الانتيروهيباتيك circulation. عشان كده كلنا بننصح بالearly feeding بعد الولادة مباشرة عشان نقلل الstagnant والempty intestine ويقل معاها الانتيروهيباتيك circulation. Some of the bilirubin is converted by intestinal bacteria in the intestine into stercobilinogen, the chiralis protein. The hyperbilirubinemia بتبقى biological or pathological وأيضًا unconjugated أو conjugated. The unconjugated bilirubin تهمنا أكتر طبعًا كأندرجرادويت. بتتقسم الى physiological jaundice و pathological jaundice. كل النيونيت liable ان يجيلهم physiological jaundice. الميكانيزم of physiological jaundice ان البيلروبين production بيزيد لان في large RBCs volume، الهيموجلوبين عالي وال RBCs volume عالي في النيونيتال بيرود، ده كله بيطلع بيلروبين when distracted. Short life span of RBCs 90 يوم مقارنة بال 120 يوم في الادلت. فالتسعين يوم ده يحصل destruction يبقى بيطلع بيلروبين أكتر. increased enterohepatic circulation خصوصا لو العيل اتساب starvated والintestine بتاعته empty وstagnant هيزود الenterohepatic circulation. الأبتيك بتاع البيلروبين by the liver is defective لأن الليفر function still immature في النيونيت وخصوصا في البريماتيور، والconjugation is also defective. دي بتمثل الاكسكريشن برضو ديفكتيف، دي بتمثل الكوز سيرجيكال جوندس في كل حالات النيوبورن، وكل ما قل الجستيشنال ايج كل ما البيلروبين زاد. اما بنشوف حاله صفرة لازم نقول از ات فيسيولوجيكال ولا باثولوجيكال جوندس.
عندنا كريتيريا اوف باثولوجيكال جوندس، عندنا كريتيريا اتنين كريتيريا ريليتد للهيستوري، ان الجوندس تبان في اول 24 ساعه بعد الولاده الاونست، وانها تستمر اكتر من 15 يوم بعد بعد الولاده يبقى ديليد اوفست، وتلاته كريتيريا معتمدين على المعمل، التوتال سيرم بيليروبين اكسيد ال 95 سنتايل اوف ذا كيرف، البيروب ليفل بيزيد اتريت اكتر من 5 ملي جرام بير ديسيلتر في اليوم او 0.2 ملي جرام بير ديسيلتر بالاور، او الكونجوجيتد بيروبين 2 ملي جرام بير ديسيلتر او اكتر. دي خمسه كريتيريا تؤكد او تنفي ان الحاله باثولوجيكال جوندس. بيليروبين الباثولوجيكال جوندس بقى القصه مختلفه تماما. الفيسيولوجيكال جوندس ملهاش علاج، جاست اشورنس اوف ذا بيرنتس، انكارجمنت تو بريست فيدنج اند فول اب اوف ذا كيس، انما لا انفستيجيشن ولا تريتمنت. بعكس الباثولوجيكال جوندس اهم اسبابها ايه؟ الباثولوجيكال جوندس الهيموليتيك جوندس بتبقى الار اتش والاي بي او انكومباتيبلتي، البريست ميلك جوندس، النيونيتال انفكشن سواء الانفكشن دي كونجينتال او اكوايرد، او انكريزد ريد بلاد سيل كونتنت في حالات البوليسايسيميا والكفالي هيماتوما والتوين فيوجن. في رير كوزس اوف باثولوجيكال جوندس، كونجينتال هيموليتيك انيميا، الجي 6 بي دي ديفيشنسي، هيريديتري سفيروسايتوزس، اندوكراينال كوزس زي الهايبوثايرويديزم والماتيرنال دايابيتس، واذر ديس اوردرز زي الداون سيندروم بيبقى عندهم لايبيليتي تو جيت A chance for more jaundice عن ال population العاديين. لو حصل defect في الجلوكورنايل ترانسفيريز انزيم دي rare causes لحالات ال pathological jaundice. ال RH incompatibility بتبقى غالبا الام RH negative والبيبي RH positive، المذر negative والبيبي positive، وبيحصل leakage of fetal RBCs across the placenta into the maternal circulation. Sensitization and formation of IgG antibodies against fetal antigens. ال antibodies can cross the placenta and induce destruction of fetal RBCs. Incompatibility usually the first baby both saved إلا إذا كان في قبلها blood transfusion أو دي and C dilatation and curettage، فممكن ال first baby في الحالات دي to be affected in RH. إنما القاعدة إن ال first baby is usually saved لأن ال antigen antibody reaction due to RH incompatibility occurs after placental separation of the first baby. فيبقى الفيرست بيبي باز سيفد، اللي هيعاني بقى السكند بيبي اللي جاي بعديه اذا ما كانتش الام خدت حقنه الانتي دي. الكلينيكال مانيفيستيشن بتاع الجوندس بتختلف اكوردنج تو ذا ديجري اوف هيموليسيس، ممكن تكون مايلد جوندس، ممكن تبقى سيفير في حالات الهيدروبسي فيتاليس. البريفنشن بندي الانتي دي جاما جلوبلين للام اللي هي ار اتش نيجاتيف والبيبي بتاعها ار اتش بوزيتيف. لازم الحقنة تتاخد في خلال 3 أيام بعد الولادة، وده عشان
بالروبن عشان كده قلنا إذا اجتمع السببان في أم واحدة، يعني أم عندها RH negative والبلد جروب بتاعها O، وخلفت عيل RH positive والبلد جروب بتاعته A أو B، والواد ده حصل له pathological hemolytic jaundice، احنا في الحالات دي لازم نشخص ال ABO مش ال RH، لأن ال antigen antibody reaction due to ABO بيحصل early in pregnancy. ايه حكاية البريست ميلك جوندس؟ احنا عندنا تو ايتمز مهمين نعرفهم، في بريست فيدنج جوندس وفي بريست ميلك جوندس. البريست فيدنج جوندس معروف ان في اول 3-4 ايام بعد الولادة في سكانتي اماونت اوف كولوستروم، الكولوستروم ده ريتش ان امينوجلوبلين بس الاماونت بتاعته بتبقى قليلة، فالنيونيت اللي بيرضع اكسكلوسيف لبريست فيد في اول 3-4 ايام بيبقى كمية الكولوستروم غير كافية ابدا لانها تخلي الانتستين تتحرك ويبقى موتيليتي بتاعتها كويسة. العيل ده لايبل تو جيت جوندس لحد ما الملك يبدأ تو بي اكسكريتد عند مامته، بعد كده الجوندس بتختفي، ده اسمها بريست فيدنج جوندس دي ديو تو سكانتي اماونت اوف كولوستروم، وبتتحل بوجود البريست ميلك في الام. البريست ميلك جوندس بقى ده بيبقى فيه مادة في البريست ميلك في بعض الأمهات بنسميها 2-3 بريجنانديول، المادة دي بتانتربت وتعمل بتأفكت على الجوندس وبتهندر الكونجوجي بيليروب. انما الحقيقه ما تخليناش نخاف من البريست فيدنج اطلاقا، لان الانسيدنس بتاعها قليل قوي، وحتى يوصل سيرم بيليروبين ليفل عالي ان سبايت اوف ذس الى النيونيت بيبقى كومبليتلي نورمال. اذا لقينا حاله باثولوجيكال جوندس بنبدا نعمل انفستيجيشن عشان نوصل للكوز، بنطلب توتال اند دايركت بيليروبين، بنعمل maternal and infant blood group RH عشان نشوف إذا كانت ABO ولا RH incompatibility، بنعمل CBC و reticulocytic count عشان نشوف فيه hemolysis ولا لا، بنعمل direct COMBS test عشان نأكد وجود الهيموليسيز من عدمه، بنعمل investigation of the cause في حالات السبسيس، بنعمل سبسيس work up G6PDD screening، بنعمل screening ده كوانتيتيف مش كواليتيتيف، يعني ما نقولش نيجاتيف ولا بوزيتيف، نقول كام الجي 6 بي دي، بنعمل ليفر فانكشن
كنا شاكين في هايبوثيروديزم او مشاكل في الليفر. المانجمنت اوف انكونجوجيتد بيليروبين، احنا بنقسم المانجمنت الى ثلاث انواع: الدراج ثيرابي والفوتوثيرابي والاكستشينج ترانسفيوجن. ده الانكونجوجيتد هايبر بيليروبين. طبعا احنا يهمنا قوي الفوتوثيرابي، ده المين لاين اوف تريتمنت اوف انكونجوجيتد هايبر بيليروبينيميا. والحقيقه الميكانيزم بتاعه الاكسبوجر تو لايت، العيل بيبقى كومبليتلي بيرد في الحضانه، الالترا فايولت ريز بتنزل في ويف لينس اوبتيمم 425-475 نانومتر، السكين بيليروبين بيابسورب ذيس الترا فايولت ريز ويتحول بعمليه اسمها فوتو ايزومرايزيشن وعمليه فوتو اوكسيديشن، ويتحول الى توكسيك بيليروبين الى نون توكسيك ديريفاتيف اسمه لومي روبين، يحصل له اكسكريشن في اليورين والستول ويخلص الجسم من شر التوكسيك بيليروبين. ده الميكانيزم اوف اكشن اوف فوتوثيرابي زي ما قلت لكم. الانديكيشن اوف فوتوثيرابي، اما تبدا السيرم بيليروبين اكسيد ذا ليفل فور فوتوثيرابي اون ذا فوتوثيرابي تشارت، انا بشوف للتشارت ده سيرم بيليروبين كام، جيستيشنال ايج كام، اذا كان البيبي ده واقع في الزون اوف فوتوثيرابي ببدا اشغل جهاز الفوتوثيرابي. ادي جهاز الفوتوثيرابي بيتكون من اربع لمبات الترافايولت ريز على قاعده متحركه، البيبي بينام كومبليتلي بيرد في الحضانه ما عدا الايز والجونادز، بخاف عليهم من الترافايولت ريز فبغطيهم تماما سواء في الميل او الفيميل، المسافه ما بين السكين واللايت سورس 50 سنتي، لو قل عن 50 ممكن يعمل هايبرثيرميا في النيوبورن او حتى بيرن في النيوبورن، ولو زاد عن الخمسين بيبقى الإفكت بتاعه قليل، فاحنا نظبط المسافة ما بين الفوتوثيرابي أبريتاس والبيبي 50 سنتي. continuous exposure and interrupted only by feeding، يعني ساعة الرضاعة نطفيه ونرضعه وبعد نشغل بعد كده، نغير البوزيشن بتاع البيبي كل ساعتين ونتشيك التمبريتشر عشان ما يحصلش هايبرثيرميا من الألترا فايلوت لايت كل 4 إلى 6 ساعات، وناخد بالنا من الويت عشان ما يحصلش ويت لوس نتيجة الووتر ايفابوريشن من مصدر الحرارة واللايت اللي موجود على البيبي، وممكن نزود كمية الكالوريز بتاعته عشان نعوض المور ايفابوريتد ووتر اندر ذيس فوتوثيرابي. في نقطة مهمة قوي ان السكين كالر از نوت ا جايد باي تو هايبر بيليروبينيميا، مجرد انت شغلت الفوتو يعني ما اقدرش ابص على جلد العيل واقول اه ده الصفرة اتحسنت لان الفوتوثيرابي شغال عليه، الفوتوثيرابي بيشتغل على الحته الاكسبوزد للفوتوثيرابي، انما الاهم من هذا هو السيرم بالروبن، يعني وانس ان انا شغلت الفوتوثيرابي يبقى السكين بالروبنومتر ملوش اي لازمه، انما هو البرامتر.
اللي هو السيرم بالروبين اتسيلف. السايد افكت اوف فوتوثيرابي طبعا ده الترا فايلت ريز، اربع لمبات فوق بيبي كومبليتلي بيرد، ممكن يحصل له ديهايدريشن ديو تو انسنسبل ووتر لوس، ممكن يحصل له دايريا ديو تو انكريزد بايل اند اندايركت بالروبين اكسكريشن في الباول، يحصل له هايبر ثيرمي لان انا مش محافظ على المسافه بينه وبين الجهاز 50 سنتي، لو انا مش مغطي الجينيتاليا والايز ممكن يحصل جينيتال اند ريتينال دامج، ممكن يحصل سكين راش وفوتو سنسيتيفيتي اذا كان الولد ده عنده فوتو سنسيتيفيتي من اللايت، او يحصل له برونزي بيبي سندروم. برونزي بيبي سندروم ده ياتروجينيك فولت، يعني الدكتور بطريق الخطا شغل الفوتوثيرابي على صفره دايركت هايبر بالروبينيميا مش اندايركت، يبقى بيحصل يتحول اليلو كولر اوف ذا هيموليتيك جوندس الى برونزي كولر اوف ذا دايركت جوندس. لوس اوف ماتيرنال انفانت بوند، احنا خدنا الواد سحبناه من امه فمش حاسس بحنانها والرياكشن بينه وبينها بيقل الى درجه كبيره، فدي حاجه يعني سايكولوجيكال ابسيت بين البيبي والام. ريباوند هايبر بالروميما، لو احنا استعجلنا وطفينا الفوتو وخرجنا الولد على طول بعد توقيف الفوتو ممكن يحصل ريباوند، عشان كده بننصح ان احنا بعد ما نوقف الفوتو الولد يبات في الكوت، مش لازم حضانه، لابس هدومه وشيك على السيرم بيروبن بعدها مثلا ب6 ساعات، لو مفيش انكريزنج ممكن يخرج انما ما يخرجش immediately after توقيف الفوتوثيرابي. ممكن يحصل هايبوكالسيميا وده بيحصل في البري تيرم due to decreased secretion of parathyroid hormone. برضو السايد افكت دي. الفوتوثيرابي المفروض بينزل في اليوم 5 مللي جرام بير ديسيليتر من السيرم بليروبين. اذا فشل الفوتوثيرابي في تنزيل السيرم بليروبين يبقى اللاست ريزورت والنكست ستيب هي الاكستشينج ترانسفيوجن. والفوتوثيرابي ممكن يفشل ايه؟ يفشل في حالات السيفير هيموليسيز especially في الار اتش والسيفير فورم اوف اي بي او، لان الريت اوف هيموليسيس بتبقى اعلى من الريت اوف ديكلاين اوف فوتوثيرابي. الفوتوثيرابي بينزل في اليوم 5 مللي جرام بير ديسي لتر، انما الريت اوف هيموليسيس في السيفير كيسز بتاكسيد ال 5 مللي جرام بير ديسي لتر، يبقى مش هينفع معانا الفوتوثيرابي في الحالتين دول الار اتش والسيفير فورم اوف اي بي او انكومباتيبلتي، وهنضطر نوصل لمرحله الاكسيتشين ترانسفيوجن. احنا مش عايزين نوصل لها الحقيقه لان ذا موست انفيزيف تكنيك ان ذا نيوناتولوجي كلها هي الاكسيتشين ترانسفيوجن. ممكن العيل يضاي اون تيبل، فيعني العمليه مش بسيطه ولازم تتعمل في سنترز معينه، مش اي مستشفى مركزي نقدر نعمل فيها اكسيتشين. عايزه كومبليت اسيبتك تكنيك، عايزه بلاد بانك افيلابل 24 ساعه، وعايزه ان اكسبيرينسد بيرسونيل يقدر يتعامل مع الاكسيتشين ويتعامل مع السايد افكت بتاعته لو ظهرت. الميكانيزم بتاع الاكسيتشينج ان احنا بنريموف الاكسس بالروبن اللي موجود وبنريموف الانتي بوديز من السيركيليشنز اللي موجوده، بنكوركت الانيميا.
ان انا بدي بلاد باي ذا واي، بضطر للاكستشينج في حالات ايه؟ اذا حصل فيلير اوف فوتوثيرابي تو بريفنت رايز ان بيلروبين تو توكسيك ليفل، شغلت الفوتو وعدت البيلروبين تاني يوم لقيت للاسف مفيش ديكلايننج بالريت اللي انا متوقعه 5 ملي جرام بير ديسيليتر في اليوم، او لقيت بالعكس في زياده في البيلروبين لان الهيموليسيس اعلى من الديكلاين بتاع الفوتو، يبقى في الحالات ده اقول فيلير اوف فوتوثيرابي وابدا احضر العيان لعمليه تغيير الدم. When exceed the level for oxygen transfusion on the oxygen transfusion chart. الشارت دي مهمة جدا في المانجمنت، ما قدرش نشتغل من غيرها، ودي اللي بتحدد الطفل ده هيخضع للفوتو ولا هيخضع للاكسيتشينج، او هبدأ فوتو وبعدين انقل اكسيتشينج اذا فشل الفوتو ثيرابي. ادي الشارت اللي كلنا بنشتغل عليها، وما نعرفش نعمل مانجمنت لاي عيل جوندس دي الا في وجود هذه الشارت. التكنيك بتاع الاكسيتشينج ترانسفيوجن احنا بنستخدم كمية دم دبل ذا بلاد فوليوم اوف ذا نيونيت، يعني 2 × 85 ملي لكل كيلو، يعني 170 ملي بلاد لكل كيلو. طبعا كمية دم رهيبة، ده مقارنة بالبلاد ترانسفيوجن لو انا بنقل دم وهو البلاد بنقل 10 ل 15 ملي لكل كيلو، ولو بنقل باكد سيلز بنقل 5 ملي لكل كيلو. تخيلوا بقى كمية الدم المستخدمة في الاكسيتشينج 170 ملي لكل كيلو. التايب اوف بلاد يوزد في الار اتش انكومباتيبلتي بستخدم ار اتش نيجاتيف سيم جروب اوف ذا انفانت، في الاي بي او بستخدم او جروب سيم ار اتش اوف ذا انفانت، في الاذر كوزز الانفانت بلاد جروب افتر كروس ماتشنج. طبعا القاعده العامه ان ذا سيفست بلاد جروب از او نيجاتيف، لو افيلابل استخدمها في اي نوع من انواع الانكونجوجيتد هايبرلوريميا وانت مطمئن، انما لو مش موجودة بتلجأ الى الخيارات اللي انا قلت عليها دي. الهول بلاد شود بي فريش بلاد مش اكتر من 3 ايام من تاريخ التبرع، وده فرق اخر بين البلاد اكسيتشينج والبلاد ترانسفيوجن. البلاد ترانسفيوجن كيس الدم بيقعد valid for transfusion لمدة 3 weeks، انما عشان يستخدم في حالات الاكسيتشينج not more than 3 days بعد تاريخ التبرع. انا بخاف ليه من الستورد بلاد؟ لان الستورد بلاد هيبقى فيه بوتاسيوم عالي، الهايبركاليميا دي ممكن تبقى one of the causes of death في النيونيت لو انا غيرت بستورد بلاد اكتر من 3 ايام. ادي طريقه التغيير، ده بستخدم الاكسشن ترانسفيوجن سيت، بركب امبليكال كانيولا، وعندي كيس دم انا بديله اللي هو الدونر بلاد، وباخد دم البيبي احطه في الويست بلاد اللي موجود ده.
اللي هو السيرم بالروبين اتسيلف. السايد افكت اوف فوتوثيرابي طبعا ده الترا فايلت ريز، اربع لمبات فوق بيبي كومبليتلي بيرد، ممكن يحصل له ديهايدريشن ديو تو انسنسبل ووتر لوس، ممكن يحصل له دايريا ديو تو انكريزد بايل اند اندايركت بالروبين اكسكريشن في البول، يحصل له هايبر ثيرمي لان انا مش محافظ على المسافه بينه وبين الجهاز 50 سنتي، لو انا مش مغطي الجينيتاليا والايز ممكن يحصل جينيتال اند ريتينال دامج، ممكن يحصل سكين راش وفوتو سنسيتيفيتي اذا كان الولد ده عنده فوتو سنسيتيفيتي من اللايت، او يحصل له برونزي بيبي سندروم. برونزي بيبي سندروم ده ياتروجينيك فولت، يعني الدكتور بطريق الخطا شغل الفوتوثيرابي على صفره دايركت هايبر بالروبينيميا مش اندايركت، يبقى بيحصل يتحول اليلو كولر اوف ذا هيموليتيك جوندس الى برونزي كولر اوف ذا دايركت جوندس. لوس اوف ماتيرنال انفانت بوند، احنا خدنا الواد سحبناه من امه فمش حاسس بحنانها والرياكشن بينه وبينها بيقل الى درجه كبيره، فدي حاجه يعني سايكولوجيكال ابسيت بين البيبي والام. ريباوند هايبر بالروميما، لو احنا استعجلنا وطفينا الفوتو وخرجنا الولد على طول بعد توقيف الفوتو ممكن يحصل ريباوند، عشان كده بننصح ان احنا بعد ما نوقف الفوتو الولد يبات في الكوت برضو السايد افكت دي. الفوتوثيرابي المفروض بينزل في اليوم 5 ملي جرام بر ديسيليتر من السيرم بليروبين، اذا فشل الفوتوثيرابي في تنزيل السيرم بليروبين يبقى اللاست ريزورت والنكست ستيب هي الاكستشينج ترانسفيوجن. والفوتوثيرابي ممكن يفشل ايه؟ يفشل في حالات السيفير هيموليسيز especially في الار اتش والسيفير فورم اوف اي بي او، لان الريت اوف هيموليسيس بتبقى اعلى من الريت اوف ديكلاين اوف فوتوثيرابي. الفوتوثيرابي بينزل في اليوم 5 ملي جرام بر ديسيليتر، انما الريت اوف هيموليسيس في السيفير ل 12 ساعة. طيب احنا بنخاف من البليروبين ليه لو زاد؟ لان لو زاد السيرم بليروبين some of the free بليروبين بيعدي البلاد برين بارير اوف ذا نيونيت ويروح على حتة في البرين اللي هي البيزل جانجليا staining the basal ganglia by the yellow coloration ويعمل لنا what is known as بليروبين انكفالوباثي، وده مشاكل الصفرة الكتيرة لان انكفالوباثي ده لو اتساب هيوصل بعد كده الى سريبرال بولسي. ايه البيليروبين انكفالوباثي ده؟ ان بيحصل فيه نيورولوجيكال سيندروم ديو تو ديبوزيشن اوف انكونجوجيتد بيليروبين في البرين مينلي في البيزال جانجليا. الريسك فاكتورز امتى اتوقع حدوث البيليروبين انكفالوباثي؟
البيروبين ليفل كل ما زاد كل ما كان في فرصة إلى البيروبين انكيفالوباسي، وكل ما الجيستيشنال ايج قل كل ما كان في فرصة للبيروبين انكيفالوباسي. يبقى البيروبين ليفل اللي بيحصل عليه بيروبين انكيفالوباسي بيفرق من نيونيت إلى آخر according to gestational age and postnatal age, according to maturity of the blood brain barrier, according to presence of other risk factor other than unconjugated hyperbilirubin. برضو duration of exposure to high bilirubin ممكن تبقى risk factor للبيروبين انكيفالوباسي. ولو في factors بقى other than jaundice زي hypoalbuminemia أو drug intake اللي هي بتكمبيت مع البيروبين مع الالبومين زي السلفة، دي برضو بتزود الريسك فاكتور فور unconjugated hyperbilirubinemia وبالتالي فور بيروبين انكيفالوباسي. الكلينيكال مانيفستيشن احنا عندنا اكيوت بيليروبين انكيفالوباسي وكرونيك بيليروبين انكيفالوباسي. كلمه كرنكتراس دي هي الكرونيك فورم اوف بيليروبين انكيفالوباسي، انما الاكيوت انكيفالوباسي ده بتشتمل على فيز واحد بياخد من يوم الى يومين يبقى فيه هايبوتونيا وبور فيدنج وريتابيليتي وسيجرز. الفيز الثاني بيبدا في اليوم الثالث الى السابع بيبقى فيه بدل الهايبوتونيا تتحول الى هايبرتونيا. بعد كده فيز 3 بعد اسبوع بيبقى هايبرتونيا and may die or survive with apparent recovery for 2 to 3 months. الكرونيك فيز اللي هو الكيرنكتراس، يعني الكيرنكتراس مش اكيوت، الكيرنكتراس ده هو الكرونيك بيليروبين انكيفالوباسي. اذا اتساب بيبقى فيه كوريو اثيتويد سيريبرال بولسي الموست كومن تايب، انما ممكن يبقى سباستيك تايب. انما لو قلنا ايه الموست كومن تايب اوف سي بي افتر كيرنكتراس يبقى لازم يكون الموست كومن هو الكوريو اثيتويد، لان الفري بيليروبين اما بيعدي البلاد برين بارير بيروح على البيزال جانجليا ويبدا يستيننج اوف ذا بيزال جانجليا باي. ازاي اعمل بريفنشن افويد الريسك فاكتورز proper management of hyperbilirubinemia. التريتمنت بقى احنا قلنا once kernicterus always exchange، لو شفنا حالة kernicterus لازم نغير دم from the start عشان ما نفقدش time factor نبدأ بفوتوثيرابي ودراج ثيرابي، ما عنديش وقت للكلام ده. يبقى once kernicterus always exchange، انما الحقيقة الاكسيتشينج مش هيخلي الواد يرجع نورمال، هو هيمنتين اللايف of this new need. انما الواد ده crippled لا محاله، خلاص هيبقى life long disability لانه جاي متاخر، انما انا بغير الدم عشان احافظ على حياته، انما مش هيرجع نورمال بيبي تاني. وانس انه دخل في كرنكتس هيسيب لازم سيكوالي، السيكوالي بقى هو نصيبه هتاخد اني سيستم واني اريا في البرين، انما الاكستشينج في الحاله دي عشان تو مينتين اللايف. إذا حصل سي بي بقى ما عنديش علاج غير جاست سبورتيف ثيرابي، ما عنديش كيوراتيف ثيرابي.